السلام عليكم غزالة ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي. يوم جيت وجبت لكم وصفه جديده على قناتنا ريس نونو، وهي واحد الكاكاجي رائعه بمكونات بسيطه متواجده في اي دار، وكنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها معايا. غنبدا على بركه الله بالمكونات. كنحتاجو هنايا نحتاجو 7 ديال المعالق ديال الحليب، جوج بيضات، ساشي ديال الفاني، خماره حمراء، ساشي ديال الكاكاو، كيبقى على حسب الا بغيتوها تجيكم كحله بغيتوها تجيكم عاديه يقدر تستغناو عليه. عندنا هنا 8 ديال المعالق سنيده، 8 ديال المعالق الزيت، وهنايا عندنا 7 ديال المعالق ديال الطحين، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الفورس ديالكم وعلى حسب الحجم ديال البيض. وغنبداو على بركه الله وغنمشي معكم خطوه بخطوه ان شاء الله. هنا درت داك جوج بيضات ديالي، غنزيد عليهم 8 ديال المعالق ديال السنيده، 8 ديال الزيت، غنزيد عليهم 7 ديال المعالق ديال الحليب، غنزيد الخمارة والساشي ديال الفاني. فهمت، نخلطو المكونات كلهم عاد كنضربهم بالميكسر. وغنضيفو حتى الطحين، بصح ما غنضيفش الكميه كلها، نخلي واحد شويه وما عرفتش تنشوف القوام ديالها في الاخر. المهم هذا هو القوام ديال الخليط ديالي، نخليوها شويه خفيفه. وهنا خدات معايا 6 ديال المعالق ديال الطحين. المهم هنا بعد ما دهنا المول ديالنا بالزبده ورشينا شويه بالطحين، غنكبوا فيه الخليط ديالنا. كتجي رقيقه بصح اصلا النوع ديال الكيكه ديالي كتجي هكا، يعني ما كتجيش غليظه بزاف. وفاش كدار الفرن، انا ديجا شاعله عليه دابا على درجه حراره 200، خليوه يسخن مزيان ونشعلوه غير لتحت تطلع لينا الكيكه ديالنا، وعاد ديك الساعه نشعلو عليها غير الفوق شي شويه وصافي، حيت اصلا كحل ما تحتاجش طيب بزاف الفوق. واهم حاجه ان ما كنخليوهاش طيب بزاف، يعني في الفرن كنخليهم مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه الماكسيموم، ومن بعد نجيو نديرو لها الدريساج ديالها ان شاء الله. هنا من بعد ما طاب لينا الكيكه ديالنا، غنسقاو بواحد الكاس ديال الليمون، والكاس الثاني غنخليوه حتى نديرو به الكريمه ديالنا. نسقيوها ما حدها باقا سخونه، نسقيوها مزيان بالليمون. هنا من بعد ما سقينا الكيكه ديالنا بكاس ديال الليمون، غنبداو دابا نوجدوا لها الكريم اللي غنديروا فوق منها. تبعوا معايا. هنا باش نوجدوا الكريم ديالنا، الاول غنحتاجوا نص اترو ديال الحليب، غنحتاجوا هنايا 3 د المعالق عامرين مزيان ديال مايزينا، 3 ديال المعالق ديال السنيده، تقدر دير فيها حتى 40 على حسب الذوق ديال كل واحد. وانا فضلت انا نكهب بالفلون ديال الكراميل، تقدر ديروها فريز اولا شيكولا، يعني على حسب نتوما شنو بغيتوا على حسب الذوق ديال كل واحد. نديرو 3 د المعالق ديال السنيده، نديرو ثلاثة ديال المايزينا، ثلاثة نخلطوهم مزيان ونديروهم فوق البوطة. نسيت هنايا درت ليكم الشلون ديال الكراميل. من بعد ما خلصنا مزيان غنديرو فوق البوطه، ونبقاو نخليو نتابعو التحريك بحال هكايا حتى يعقد لينا الخليط ديالنا، ما يكونش قاصح بزاف. نتوما تشوفو الكوم ديالو كي غيكون، باش نكبو عليه الكيكه ديالنا يجينا ملس ويجي السطح ديالو معاود مزيان. المهم هذا هو الحليب ديالنا من بعد ما
كيكون هكا القوام ديالو خليته خفيف شي شويه، على ود فاش كدور فاش كديرو فوق الكيكه ديالكم كيبدا يشد راسو عاود، تخليه شي شويه وكيقصح. تقدر تفرقو هكا على الكيكه كامله، يا بمعلقه يا بسباتشو الا كانت عندكم. هيا هنا من بعد ما كبيت لها الكريمه ديالنا كلها غنبدا نزوقها هنايا شويه بالبانه. شحال هكايا ماما نخليوها على جنب بحال يشد لينا الكريمه الاولى راسها مزيان، وغنبدا في التقليب ديال الكريمه الثانيه. تبعوا معايا هنايا باش نحضروا الكريمه الثانيه ديالنا، غنحتاجوا كاس ديال الليمون، غنحتاجوا 3 ديال المعالق ديال المايزينا، غنحتاجوا فلول عادي ديال درهم، وغنحتاجوا هنايا 3 المعالق ديال سنيدة على حسب واش الليمون عندكم مر ولا حلو، وعلى حسب الذوق كذلك. نخلطوا المكونات بنفس الطريقه، نخليهم فوق البوده حتى يعقدوا مزيان، وديك الساعات نجيو باش نديرهم فوق الكيكه ديالنا فوق الطبقه الاولى اللي درنا. هنا من بعد نزلنا كما ديالنا تكون خليناها شويه خفيفه، هاد العمليه كتكون بشويه بالزربه حيت هاد الطبقه كتكون دغيا كتجمد. المهم غزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه في المذاق. الدريساج بيان سور كيبقى اختياري على حسب شنو المتوفر عندكم وعلى حسب الذوق ديال كل وحده. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تنساوش ديروا ليا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم ليا، وفي امان الله.